تصاعدت مؤخرا اعتراضات المسؤولين الحكوميين على أداء المبعوث الأممي إلى اليمن. يتوج الأمر برسالة من الرئيس هادي للأمين العام للأمم المتحدة يؤكد عدم القبول باستمرار تجاوزات جريفيث، مشددا على ضرورة مراجعة دوره. أهلا بكم إلى فضاء حر. يأتي هذا التطور الذي سيلقي بأثره على مسار الحل السياسي بقيادة جريفيث بعد كثير من الانتقادات لما ترى الحكومة أنه انحياز من المبعوث الأممي لرؤية ميليشيا الحوثي في اتفاق الحديدة، والذي لم يتم تنفيذه بعد 5 أشهر من توقيعه نتيجة للمماطلات. يتهم مارتن جريفيث بانتهاجه خطا لا يكاد ينفصل عن خط السياسة البريطانية، ولا يمثل جهده كمبعوث أممي إلا غطاء لتمرير تلك الرغبات البريطانية ذات التاريخ الطويل من الوجود في المنطقة وإدارة صراعاتها. فريق آخر لا يرى سوى فشل حكومي في إدارة الملف التفاوضي، وهو فشل مضاف إلى فشلها الكبير في ملفات عدة أخرى. ولذلك فإن محاولة تحميل جريفيث مسؤولية عدم إنجاز تقدم على المسار السياسي تبقى محاولة من جانب الحكومة لمدراة فشلها في إخراج اتفاق قابل للتنفيذ وفي فرض رؤيتها على طاولة المشاورات. ما خلفية هذا التصعيد في لهجة الشرعية في مواجهة المبعوث الأممي؟ وما هي الأجندة الحقيقية التي تحرك دور مارتن جريفيث؟ وإلى أين يقود طريق الحل السياسي وفقا لمعطيات المجتمع الدولي؟ للنقاش سيكون معنا من المنام الباحثة والكاتبة السياسية ميساء شجاع الدين، كما سيكون معنا الكاتب الصحفي سام الغباري. أرحب بكما ضيفي الكريمين وأسهل الحلقة بطرح السؤال المشترك عليكما، وأبدأ معك سيدة ميساء. إذن رسالة الرئيس هادي، قبلها تصريحات عديدة من مسؤولين حكوميين تتهم المبعوث الأممي مارتن جريفيث بالانحياز لرؤية الحوثيين في الحل السياسي، كيف تقرأينها؟ أتصور أن المبعوث الأممي في عنده شيء من التعجل في إعلان نجاح الانسحاب الأحادي في وقت الحكومة لا زالت لم تتحقق، واضح أنها كانت لديها الكثير من الشكوك حوالين هذه المسألة. لكن أتصور مسألة الاندفاع نحو الرغبة في تغييره، المسألة ليست بهذه البساطة. يعني تغيير مبعوث أممي سيجعل من العملية صعبة أنك تقدم بديل له. فأتصور أن المسألة أيضا تعقد الأمور وتصعبها إذا تحدثنا عن التدخل الأممي. وعموما التدخل الأممي هو يعني يعتمد على مسألة الأمر الواقع، حتى لو هو المسألة كانت هشة، هي في النهاية المسألة أنت بتتكلم على موظفين تكنوقراط، ما بتتكلمش على سياسيين. والنجاحات الأمم المتحدة أو فشلها ليست أمر متعلق بدبلوماسية دولة معينة، بمعنى أنه في تمييع للمسألة. يعني إذا كنا نتكلم على نجاح أو فشل أممي، فليست هناك دولة تتحمل هذه المسؤولية. والمنظمة الأمم المتحدة صارت معروفة بأنها منظمة بيروقراطية فاسدة مترهلة، فبالتالي الحديث عن دور الأمم المتحدة هو إشكالي في كثير من الإشكاليات. لكن أتصور أنه الطريقة هذه في التعامل مع مبعوث الأممي مسألة فيها كثير من الجموح، فأتصور كان المفروض أن الحكومة أكثر أيضا دقة في الرسالة حقها في توضيح ما هي التي تريده بالضبط من المبعوث الأممي، ما هي مشكلتها مع الانسحاب الأحادي. كان ممكن أن توضح أنها من حقها التحقق من هذا الانسحاب، من حقها التحقق من أنه خفر السواحل الذين تم التسليم لهم، هم نفسهم الموجودين في كشوفات الموظفين قبل 2014. فكانت ممكن تكون أكثر دقة، ممكن تكون أكثر إقناع. وكان أفترض أنه كان من المفروض أنهم كانوا يعطوا مساحة للمبعوث الأممي في البقاء أكثر. طيب، هذا يعني يلقي يعني هذا الطرح يلقي باللوم بشكل أساسي على الحكومة الشرعية في إدارة الملف وإدارة طريقة التفاوض، وأيضا لهجتها في الرسالات التي ترفعها. لكن في المقابل الأمم المتحدة تصدر عادة قرارات، كذلك ترعى اتفاقات كثيرة. في كل مرة
يفشلها الحوثي بشهادة كثيرين أو يمتنع على الأقل عن تنفيذها، لكن مع ذلك لم تكتفي الأمم المتحدة بعدم إجبار الحوثيين على تنفيذ هذه القرارات والاتفاقات، بل في آخر انسحاب كان هناك تأييد للخطوة من قبل مارتن جريفيث. إذا لم يكن هذا انحيازا، فماذا يمكن تسميته برأيك؟ هو مثل ما قلت لك، المبعوث الأممي لا يمتلك قوة عسكرية على الأرض، لا يمتلك تغيير الأمر الواقع، هو يريد تحقيق نجاح شخصي بأي شكل من الأشكال، وهو ملهوف على هذه المسألة من أول لحظة، يعني من أول مرة أعلن على مفاوضات وفي النهاية لم يحضر أحد الوفود، المفاوضة لم تحضر ورفض يعترف أنه أخطأ، وثم جاءت مفاوضات أخرى وأعلن عن نجاح المفاوضات والخروج باتفاق في آخر لحظة، وكان الاتفاق غير واضح وغير مفهوم، والحكومة موافقت على هذا الاتفاق. الإشكالية اتفاقية ستوكهولم إن هو نفس الاتفاق نفسه في تفسيره في نوع من التفسير إشكالية، الحكومة تفسره بشكل والحوثي يفسره بشكل، هو اتفاق أصلا منذ اللحظة الأولى مبهم غامض، فبالتالي والحوثيين ماطلوا بشكل كبير فيه حتى يستطيعوا ترتيب أوضاعهم عسكريا مجددا في الميناء بعد الذي حدث لهم بعد تقدم القوات التحالف، فهم الآن وضعهم جيد داخل الميناء مجددا داخل المدينة، وهم انسحبوا بالشكل الذي لم تقبله الحكومة. كان المفروض إذا الحكومة لديها إشكالية مع هذه الطريقة في الانسحاب إنها تتحدث عن إشكاليتها بالتحديد، إذا هي رأت أنه سلمها إلى خفر السواحل الذي يسيطر عليه الحوثي، فالمفروض أن الحكومة تكون واضحة ودقيقة في رسالتها أنه خفر السواحل الموجودين الآن من حقنا أن احنا نتأكد أنهم هم ذاتهم اللي كانوا موجودين في 2014 طيب قبل سيطرة الحوثيين على مؤسسة الدولة. يعني في هذا السياق، هل أيضا يعني أنت تشيرين إلى نقطة أنه هذه الرسالة كانت عامة، رسالة الرئيس عبد الرب منصور هذه كانت عامة موجهة لمهاجمة مارتن جريفيث، وهذا الأمر كان خطأ، هل فهمي لهذه المسألة صحيح؟ أيوة، الرسالة كان فيها بعد شخصي، بدت كأنها فيها بعد شخصي، لم تقدم بشكل موضوعي، أعتقد أن كان في نوع من الجموح سياسيا ودبلوماسيا، المسألة ليست بالبساطة أنك تتكلم على سحب مبعوث أممي، ليست مسألة بسيطة بالنسبة للأمم المتحدة ولا بالنسبة للدول الراعية الملف اليمني، طالما الرئيس عبد الرب منصور هذه متمسك بالتدخل الأممي، فبالتالي أنت ليس من اليسير أنك تبدل المبعوث الأممي، هذا ثالث مبعوث أممي، وهذا ثالث مبعوث أممي يفشل في اليمن، فهذا مسألة ليست بالسهولة أنك تأتي بمبعوث أممي رابع لليمن، فالمسألة ليس فيها قدر من الجموح أنا أرى، فأتصور أنه كانت في طرق أخرى كانت تستطيع الحكومة أن تقدم فيها وجهة نظرها، وأستغرب أيضا من دور وزارة الخارجية في هذه المسألة، أين هو كان وزير الخارجية من هذا كله، فأتصور أنه كان في طرق ثانية، كان في طرق ثانية قبل الوصول إلى التصعيد الكبير هذا. طيب في هذا السياق، عندما يعني يكون هذا الاتهام الموجه إلى جريفيث أو هذا الهجوم على جريفيث بدون إعطاء هذه التفاصيل التي تفضلت بها أو تحديد نقاط الاختلاف الجزئية الفنية التي كما يقول كثيرون هناك حق كبير للحكومة في طرح هذه النقاط في نهاية المطاف، هل يمكن تأويل هذه الرسالة بأنها مجاراة من قبل الرئيس هادي وكذلك الحكومة الشرعية لرأي تعاظم بداخل الأوساط اليمنية بأن جريفيث منحاز إلى طرف على حساب آخر؟ ليس من مصلحته ينحاز للطرف على حساب آخر، يعني في النهاية ما هذا الطرف ما الذي يملكه؟ في النهاية لازم تعرف أنه المبعوث الأممي هو يتحرك حسب الأمر الواقع ليس حسب القرار الأممي، الأمر الواقع له سلطة أكبر من سلطة القرار الأممي، القرار الأممي 22/16 الذي تتحدث عنه الحكومة قد تجاوزته الحرب خلال 4 سنوات، هذا القرار أنت تتكلم عن قرار يتطلب هزيمة كاملة للحوثيين، هزيمة عسكرية كاملة للحوثيين، وهذا احنا بعيدين عنه تماما، بعد 4 سنوات من الحرب صرنا اعتقد اكثر واقعية وادراكا ان قدرات التحالف وقدرات القوة المتحالفة معها اليمنية اضعف بكثير من انها تصل الى الحسم العسكري، اضعف من انها سياسي،
فبالتالي انت الان بعيد تماما عن القدره على تطبيق قرار 2216، فهو الان يتعامل مع مساله الامر الواقع ونتائج الحرب. طيب، لكن هي النقطة في السؤال كانت، هل يعني بما أن هناك يعني هناك أنت تلاحظين ربما على وسائل التواصل الاجتماعي، على المواقع والصحف وغيره، أن هناك تقلب أو هناك هجوم كبير بشكل عام على الدور الأممي إجمالا، هناك هجوم أيضا على شخص جريفيث وعلى الدور البريطاني بشكل عام وهو المحسوب عليه في نهاية المطاف، هل يمكن أن تكون الحكومة الشرعية بهذه التصريحات الأخيرة المضادة لجريفيث، برسالة الرئيس هذه المضادة لجريفيث، تحاول أن تجاري الرأي العام، لكنها في حقيقة الأمر قد تتعامل في نهاية المطاف مع هذا المبعوث؟ لا أعتقد أنها تجاري الرأي العام، في النهاية هذه حكومة لا يهمها الرأي العام، لو كان يهمها الرأي العام لكانت خففت من الفساد أصلا، يعني هذه قضية تثير الرأي العام أكثر، لكانت اهتمت بإعادة الرواتب وهذه قضية تثير الرأي العام أكثر من المبعوث الأممي. الحادث الآن أنه الرأي العام اللي تتكلم عنه معظمهم إعلاميين وبتعبر عن طرف معين داخل الحكومة، هي كلها أولا هم إعلاميين بيتكلموا كلهم مرتبطين بالحكومة بشكل أو بآخر أو بالأطراف اللي هي منضوية تحت الحكومة وليس غيرهم. عادة المبعوثين الأمميين في اليمن كلهم الثلاثة اتهموا بالانحياز، الثلاثة كلهم في أي كل طرف في لحظة ما اتهمهم بالانحياز، كل الأطراف اتهماتهم بالانحياز في لحظة ما. فهذه المسألة استخدمت كثير لكنها تصل لمرحلة رسالة، وإن المبعوث الأممي يصل للرسالة يستمر بعد هذه الرسالة أتصور مسألة صعبة، لأنه المبعوث الأممي بهذا الشكل صارت مهمته صعبة جدا إنه يستمر في اليمن، وأيضا مهمة استبدال عملية صعبة. يعني طيب، في هذا السياق كان هناك يعني فيما سبق حادثة أيضا، يعني مسألة مطالبة الشرعية بتغيير أداء الجريفيث أو تغييره كما يقول كثيرون محاولة لتغطية فشلها، لكن أداء المبعوث الأممي يثبت فعلا في هذا السياق لدى كثيرين أيضا أن هناك تماس مع وجهات نظر الحوثيين فيها، والدليل في نهاية المطاف ما حدث عندما كان كاميرت موجودا أنه رفض إجراءات الحوثيين الأحادية، لكن الآن مع لوليسغارد تغير الأمر، كيف تفسرين هذه النقطة؟ ما أعرفش إيش الحيثيات، لم أسمع ما هي وجهة نظر المبعوث الأممي، هل هو يرى هناك فارق في المسألة أو هو لا يوجد فارق فعلا، لكنه كان يريد تمشية المسألة كيف ما كان حتى لا تبدو كأنها فشلت، هذه مسألة تحتاج منا توضيح. لكن هنا في نقطة أنت كنت ذكرتها في سؤالك السابق، مسألة أن المبعوث الأممي والدور البريطاني. أولا الدور البريطاني لم يكن يوما معادي لدول الخليج، والسعودية هي أحد حلفاء بريطانيا وليست إيران يعني، والحديث عن المبعوث الأممي كممثل لبريطانيا مسألة فيها التباس، يعني في النهاية بريطانيا تستطيع أن هي راعية للملف السياسي اليمني هذا صحيح منذ مؤتمر لندن في 2010، وبريطانيا عمليا هي متولية الملف السياسي اليمني غربيا، لكنها لا يمكن الحديث عن مؤامرة، أنا مش عارفة إيش هي الحيثيات الحديث عن مؤامرة ضد اليمن، يعني لا أعرف ما هي، لكن أتصور إن المبعوث الأممي إذا كان فعلا مرر الخطوة هذه وهي كانت مماثلة للخطوة السابقة فهو مسألة هو استعجاله، هذا الشيء الذي استنتجته من المرتين الماضيتين في عمليتي التفاوض الماضيتين، سواء المرة الأولى عندما أعلن عن التفاوض بشكل سريع جدا دون تجهيزات وأدت إلى عدم وصول فريق من المفاوضين، أو في المرة الثانية عندما أعلن عن التفاوض بشكل سريع في آخر لحظة وكانت الاتفاقية غامضة ولا تبدو أنها أصلا شكل اتفاقية ممكن تمشي، فبالتالي احتمال أنه مشى بهذا الشكل. المسألة أنه مقارب للحوثيين هي لها علاقة بأن الحوثيين قادرين على إدارة ملفاتهم بشكل أفضل من الحكومة، هذه المسألة هو بيتعامل مع أمر واقع. مرة أخرى أحب أكد أيضا مجددا على مسألة الأمر الواقع، هم واقعيا أكثر تماسك أكثر قدرة على إدارة ملفاتهم سياسيا وعسكريا أفضل بكثير من الحكومة، الحكومة لم تنجح سياسيا في إدارة المناطق المحررة ولم تنجح عسكريا في التقدم، فبالتالي الحكومة وضعها صعب
فهذا اللي بيخلي الناس ينظروا انه هو منحاز للحوثي، لكن انظر انا انه مسألة واقعية رغبة منا التعامل مع الامر الواقع لانجاح مهمته باي شكل من الاشكال. طيب دعيني اطرح السؤال المشترك على ضيفي الاخر السيد سامي الغبار الذي انضم لنا عبر الهاتف، ارحب بك سيد سامي. اذا كنا تحدثنا ان هناك رساله من الرئيس هادي، هذه الرساله كان سبقها العديد من التصريحات لمسؤولين حكوميين تتهم فيها، يعني يتهمون جميعهم فيها المبعوث الاممي مارتن جريفيث بالانحياز لرؤيه الحوثيين في الحل السياسي، في اي سياق تضع هذه الرسائل؟ مرحبا أخي الكريم، شكرا لك أخوات مباركة. بالطبع أخي الكريم، مارتن جريفيث يعني لنقول أنه استطاع أن يجزئ الحل اليمني داخل الأمم المتحدة، وأن يوصل القضية اليمنية داخل الأمم المتحدة إلى مرحلة من المراحل الخطيرة فعلا، وهذا أمر خطير جدا استوجب رسالة فخامة رئيس الجمهورية إليه أو إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإعطائه المهلة الأخيرة وفق ضمانات محددة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة. التصريحات الحكومية خصوصا تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية كان واضحا وثابتا ومؤكدا على أن جريفيث استطاع أن ينحي بالأزمة اليمنية إلى منعطفات خطرة كما قلت، وبالتالي استوجب ذلك رسالة فخامة رئيس الجمهورية إلى الأمين العام للأمم المتحدة. هذه السياقات الآن الواضحة في الرسالة رئيس الجمهورية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن جريفيث صار مهمته مندوبا للبريطانيين أكثر من ما هو مندوبا للأمم المتحدة، وذلك ظهر في تغريدة واضحة لوزارة الخارجية الأمريكية يتحدث فيها مع وزير خارجي بريطاني يقول له بكل وضوح أن توجيهاته هو التي يعمل وفقها في إطار رؤيته لحل الصراع اليمني داخل الحديدة، وبالتالي لا أعتقد أن هناك منهجية واضحة لدى جريفيث في رؤيته للحل اليمني. هناك انحياز واضح، هناك محاولة منه لبسط سلطة الأمر الواقع للاعتراف بالحوثيين كقوة أو كسلطة في أمر واقع، وهذا أمر لا يندرج ضمن مهامه على الإطلاق. هناك القرار 2216 والقرارات الأخرى التي تؤكد بما لا يدع مجال للشك أن الأمم المتحدة وأن جميع الدول العالم لا تعترف بالحوثيين حتى كسلطة في أمر واقع على الأراضي الباخرة لها في الجغرافيا اليمنية، لكن لا ندري ما الذي يريد به جريفيث ان يوصل اليمن الى اي مرحله. لكن سيد سام، يعني في كثير من الاحاديث المتعلقه بهذا السياق وهناك تصريحات كثيره، لكن هناك من يتحدث بشكل واضح ان هذه الاتهامات، هذه الرسائل لجريفيث، هذه الاتهامات من قبل كثير من مسؤولين الحكومه بانه منحاز الى الحوثيين هي في حقيقه الامر محاوله لتغطيه فشل الحكومه في التوصل الى اتفاق جيد أساسا في ستوكهولم، فشل الحكومة في التعامل مع الضغوطات الدولية التي منعتها من ممارسة أو من الحسم العسكري في الحديدة قبل الذهاب إلى ستوكهولم، أليس هذا صحيحا؟ لا، لننظر إلى التاريخ بصورة واضحة، إلى تاريخ ما جرى في ستوكهولم وقبلها في المعركة. كانت هناك معركة في الحديدة حامية الوطيس، الحوثيين ينهزمون، انطلقت ليزا جراندي للحقول دون تقدم الجهات الحكومية وقالت أنها لن تمر الجهات الحكومية إلا على جثتها، وأيضا هناك تحرك واضح وتحرك علني واضح من قبل جريفيث من أجل إبقاء القوات الحكومية في منطقة معينة، هذا أمر واضح وشاهده جميع من في العالم. ثم بعد إعلان الهدنة تم وصول الوفد الحكومي الى ستوكهولم وعمل المحادثات، وبالعكس الحوثيين اعلنوا للامم المتحده وقالوا لهم بكل صراحه نحن لقد تغيرنا ونحن فعلا نريد سلاما داخل الحديده ونريد الانسحاب من داخل الحديده. عندما رفع الحوثيون المصاحف دلاله على معركه مشابهه هي معركه صفين، توقفت القوات الحكوميه عند منطقه معينه وانطلق الحوثيين في المفاوضات، انطلق الحوثيين في تفسير مواد الاتفاقيه انهم لم يقولوا انهم سيسلمون للقوات الحكوميه، انهم سوف يسلمون لاشخاص
من لدنهم من قبل الشرطة العسكرية أو خفر السواحل أو ما إلى ذلك. مثل هذه التفسيرات أوصلت القوة الحكومية إلى مرحلة يائسة من أن يكون الحوثيين على قدر واقعي وقدر واعي للسلام داخل اليمن وتحصين الحديدة من أي دمار قادم. وبالتالي القوة الحكومية الآن قالت للأمم المتحدة بكل بساطة: أردتم سلاما ووقفتم ضدنا في تحرير الحديدة، هذا هو السلام، لماذا لا ينفذ الحوثيين؟ الحوثيين لم ينفذوا شيء، وهذه 5 أشهر كافية يعني بصورة كبيرة جدا، زمنيا وجغرافيا وحتى سياسيا واستراتيجيا وتكتيكيا وعسكريا، لماذا لا ينفذ الحوثيين؟ لكن سيد سام، يعني في نهاية المطاف الحوثيون المبعوث الأممي أيضا يقول أن هناك ما يتم تنفيذه الآن على أرض الواقع، والاتفاق كما هو منشور في موقع الأمم المتحدة ليس هناك ما يشير إلى ضرورة أن تكون القوات هي ذاتها المتواجدة قبل 2014 قبل الانقلاب، وإنما أن تتسلمها قوات تتبع الأمن وفقط. تلك مغالطة واضحة. المادة 13 من الاتفاقية تؤكد على أن، وذلك جاء في خطاب فخامة الرئيس للأمم المتحدة، تؤكد أن هناك تسليم للقوات الحكومية المعترف بها دوليا، وهذا أمر لا يجب على الإطلاق أن يتم إنكاره من قبل أي أحد، حتى من قبل الأمم المتحدة، أو مغالطة من قبل مارتن جريفيث. ما رأيك سيدة ميساء؟ يعني هناك حديث على مسألة أيضا تجزئة الاتفاقات، هناك نقطة وردت بشكل واضح في حديث السيد سام، مسألة تجزئة الاتفاقات التي يبدو أنه يعني هناك اتهامات كثيرة لجريفيث أنه هناك عمل من قبله على تجزئة الاتفاقات، ما يتسبب بتمييع أساس الأزمة اليمنية، إنتاج حلول لا تعالج شيء بالفعل، ألا يكفي هذا لرفض أي دور يقوم بجريفيث؟ الحكومة قبلت بهذه المسألة، هي طبعا تجزئة الاتفاق لأنه رأى أن مرجعيات الحل صعب الاتفاق عليها، أنه مرجعيات الحل 22/16 غير قابلة للتطبيق، كل ما نتحدث عنه عن مرجعيات تجاوزتها الحرب، فبالتالي هو ربما شعر أنه لن يوقف نفسه أمام القضايا هذه مثل ما فعل ولد الشيخ، بل يريد أن يقدم أي إنجاز أي نجاح شخصي، فبدأ بالقضايا الجزئية من زاوية الملف الإنساني. لاحظ أنه اليمن صارت الآن محل اهتمام دولي، لكن من الزاوية الإنسانية البحتة وليس من الزاوية السياسية، فبالتالي هو من هذه الزاوية بدأ يتكلم على ملفات جزئية تخفف من المعاناة الإنسانية، والحكومة قبلت بهذا. فليس من المعقول بعد أن تقبل الحكومة تقول أنه بدأ يجزئ الملف اليمني، فانت انت اللي قبلتوا هذا المساله، وانت اللي قبلتوا باتفاقيه ستوكهولم. الم يكن واضحا سيد سام في اتفاق ستوكهولم مساله وجود نقطه للحديده، مساله وجود الحديث عن اتفاق تبادل المعتقلين والأسرى، وكذلك نقطه ثالثه كانت الحديث عن تفاهمات تعز التي يبدو ان الحكومه اساسا غير مهتمه بتحقيقها كما يبدو من خلال حديثها، يعني أو عدم حديثها عن هذه النقطة. إذا كان الاتفاق مجزأ من الأساس، لماذا الاعتراض الآن؟ لا، مسألة تجزئة الحل واعتبار أن الحديدة هي محور، أو تعز هي محور الصراع داخل اليمن، هذا اتفاقية واضحة قدمها اليمنيون للجماعة العنصرية الحوثية من أجل استبيان أمام الرأي العام، أمام الرأي العالمي، أن هناك هل هناك نية حقيقية من قبل الحوثيين في الوصول إلى سلام حقيقي داخل اليمن؟ هذه هي الحديدة أمامهم، يستطيع أن يسلموا وينسحبوا منها ويسلموها للقوى الحكومية وترتفع فيها راية الجمهورية اليمنية، ويتوحد اليمنيون ويعيشون بسلام وطمأنينة. ما الذي جاء بالحوثيين للحدة؟ ما الذي جاء بهم إلى صنعاء؟ ما الذي جاء بهم؟ من الذي أخرجهم من صعدة أصلا؟ هذه السؤال الأول، السؤال العميق، السؤال الحقيقي. لا يجب على الإطلاق أن يكون للحوثيين حكومة داخل العاصمة صنعاء. في رأيي شخصيا أن أي محاولة للسلام فعلا، لنقل أن الحكومة أخطأت بالتواصل مع الحوثيين وباتفاقية السلام، أنا في هذه النظرة أنا فعلا يعني أطالب باستمرار الحرب، لأن الحوثيين لا يفهمون إلا لغة واحدة، لغة الحرب. لكن ليس الآن حديث عن الحوثيين سيد سام، الحديث الآن عن الأمم المتحدة وتعاطي الحكومة معها. هذا الاتهام عندما نقول أن
الأمم المتحدة وأن جريفيث يقوم بتجزئة الحل؟ هذا الأمر وافقت عليه الحكومة منذ أن اجتمعت مع جريفيث والحوثيين في السويد، ومنذ أن تصافح خالد اليماني وقال لمحمد عبد السلام على أنهم إخوة وما شابه. بالطبع كان يجب على خالد اليماني أن يصافح محمد عبد السلام، هذا أمر شكلي جدا، يعني لا يعيبه أن يقول أن الحوثيين فهم إخوتنا لكنهم بغوا علينا بالسلاح، هذا أمر واضح. لكن نريد أن نتكلم بوضوح أن جريفيث استطاع فعلا أن يجزء خالد اليماني، أن يجزء الحل في اتفاقية شكل، أن يجعل مسألة الأسراء أمر آخر، أن يجعل مسألة الحديدة أمر آخر، وهو اتفاق كامل وشامل يجب أن يكون أن ينفذ وفق بنود، أن ينفذ وفق تراتبه الزمني، أن ينفذ وفق اتفاقية محددة للبنود 1 2 3 4، لكن أن يقوم بانتفاء بند معين من ضمن هذه البنود ويقوم بالالتواء على هذا البند وتسليم المؤن إلى خفر السواحل الحوثي التي قام بتعيينهم المروني أو الكبسي أو غيرهم، فذلك أمر خاطئ جدا. هذه مجرد مسرحية هزلية لا يمكن على الإطلاق القبول بها. هناك حرب كان يجب أن تندلع في المدينة وأن يخرج الحوثيين منها كما خرجوا في الضالع وغيرها من المدن التي قاتلوا الحوثيين، لكن الحوثيين أعلنوا بكل صراحة الأمم المتحدة وقالوا نحن سوف نسلم، سوف نكون جيدين في السلام، سوف نتحدث بصورة واضحة وودية عن السلام، نحن جادين الآن. الأمم المتحدة أعطتهم فرصة، فقام جريفيث في الوسط لممارسة دور الشيطان، لممارسة دور يعني كمان في التفاصيل، واستطاع أن يتلاعب بكل هذه التفاصيل، وهذا أمر خاطئ جدا. يجب أن يكون الحكومة اليوم هذا الرد، يجب أن يكون الرئيس هذا الرد. الرئيس عبر عن ملايين اليمنيين الذين استاؤون من تلك المسرحية، ولا أعتقد أنه يجب تحميل الحكومة أو فخامة الرئيس عبد الرب مرسي هذه أي مسؤولية، بالعكس الرئيس عبد ربه والحكومه اليمنيه عبرت بكل وسائلها، عبرت بكل بياناتها وكل قوتها انها لم تستطيع التعامل مع جريفيث مره اخرى، بل تكون جادا ونزيها ويحقق مصالح اليمنيين المذكوره في القرار 2016 والمذكوره في بقيه القرارات الخاصه بالامم المتحده. طيب بوضع الاعتبار لما تفضل به السيد سامي الغباري، اسالك سيده ميساء فيما يتعلق على انه يعني على الرغم من ان المبعوث الاممي قد لا يكون هو من يقرر مسار ازمه اي ازمه، لكنه قادر فعلا على ان يجرها باتجاه دون الاخر، على ان يركز على نقاط دون الاخرى، هو في نهايه المطاف هو الوسيط. هنا تكمن إذن خطوره دور جريفيث كما يرى كثير من المنتقدين، هو يقرر الصيغة الحوثية لحل المشكلة للمشكلة وكذلك للحل في اليمن، يتمتع أيضا بدعم دولي واضح، وهذا بحسب كثيرين يؤثر على طبيعة دور الأممي في اليمن، ما رأيك؟ كل المبعوثين الأمميين كانوا بيتمتعوا بدعم دولي لا جديد بيقدمه مارتن جريفيث، لكن لا أفهم ما هي الصيغة الحوثية، وضح لي ما هو المفهوم الصيغة الحوثية. يعني هناك كثير من ما يتحدث على أن مسألة الانسحاب هذه الجزئية كانت كذلك، مسألة الاتفاق على أن هناك حاجة لفتح مطار صنعاء، أيضا مسألة نقل الكثير من الجرحى الذين يوالون الجماعة كما تنقل كثير من الاتهامات عبر طائرات أممية، هذه اتهامات تتوالى وتتراكم في هذا السياق. هي مسألة الجرحى طبعا هي دائما مطروحة، وهي كانت موجودة من أيام إسماعيل ولد الشيخ، كان بيحدث أنه كان في جرحى بيتم إرسالهم عن طريق طائرات أممية، فهذا ليس بالأمر الجديد. المسألة هنا أنا مرة أخرى أكلمك أنه الصيغة الحوثية هي ليست مسألة انحياز للصيغة الحوثية، هي مسألة انحياز للأمر الواقع. هذه مشكلة الأمم المتحدة، مشكلتك أنت لما تتكلم على التدخلات الأممية أنت ما بتغيرش الأمر الواقع. يعني ما معنى أن الأمم المتحدة ليست طرف عسكري، هي تريد هذا الموظف، هذا الآن أمامك موظف، هذا الموظف يريد تحقيق نجاح بأي شكل من أشكال، يريد تحقيق نجاح في أي ملف من الملفات، هذه مسألة هي اللي تتهمه، لا يهمه أن اليمنيين يعيشوا في مستقبل زاخر، يشهدوا ديمقراطية، يشهدوا أيام جميلة، هذه ليست قضيتها في الحياة، هذه ليست مسؤوليتها أصلاً، هذه مسؤولية اليمنيين. هي المشكلة في أن اليمنيين سلموا ملفهم للأمم المتحدة، هذه كانت أكبر المثالب التي حدثت في 2011، هذه أكبر الكوارث. منذ تسليمهم هذا الملف للأمم المتحدة وتواكلهم على الخارج وتصورهم أن الخارج قادر على فعل أي شيء وكل شيء،
الخارج ليس قادر على التدخل بأي شيء وكل شيء، بل إن أحد ارتكازات نجاحات الحوثي أنه كان الطرف الذي دخل على العملية الانتقالية وجوضها، لأنه لم يكن يرتكز على أي شيء دولي، لم ينتظر أي تدخل أممي، لم ينتظر من الأمم المتحدة رضاها أو عدم رضاها، بينما الأطراف الأخرى تخيلت أن الأمم المتحدة هي اللي ستقوم بحل مشكلة اليمن. الأمم المتحدة لا تستطيع حل المشكلة اليمنية، هي ليست قوة سياسية داخلية ولا هي قوة عسكرية، هي لا تستطيع أن تغير الأمر الواقع. أنت الآن أمامك أمر واقع، هو يتحدث عن أمر واقع، هو لا يتكلم عن قرارات أممية. القرارات الأممية تتغير، حدث أن تغيرت القرارات الأممية. القرار 22/16 ليس قرآن، هو ليس نهاية الكون. الأمم المتحدة ممكن يأتي يوم مجلس الأمن يجتمع وهذا القرار يتغير، وهذا القرار يصبح لاغي. هذا حدث في الأمم المتحدة من قبل، ما لم يحدث حدث من قبل، ويلغى القرار على أساس الأمر الواقع أن يقدموا قرار جديد مختلف. طيب بالتالي المسألة هنا في مبالغة في تضخيم دور الأمم المتحدة. أنقل النقطة هذه كما تفضلت بطرحها سيدة ميساء، يعني إليك سيد الغباري. يعني في الأخير جريفيث مبعوث أممي، هو يقول أنه وسيط وأن الحل في نهاية المطاف بيد اليمنيين أنفسهم، وهو في نهاية المطاف ليس له إلا التعامل مع ما يراه واقعا. كان الحوثيين هم يعني المسيطرين على الأرض في المناطق التي يسيطرون عليها، سيتعامل معهم كما هم في نهاية المطاف، والواقع أن الحوثيين هم من يفرضون هذا التعامل كما يقول كثيرون، فيما أن الشرعية بالطرف الآخر مغيبة عن الأرض، أداؤها ضعيف جدا على في مناطق سيطرتها، غير قادرة على التعامل بشكل بناء مع تحالفاتها الإقليمية والدولية. لماذا إذن يتم تصوير الأمر على أنه مؤامرة دولية على اليمن وعلى الشرعية؟ السؤال الحقيقي، لماذا جريفيث، السيد مارتن جريفيث، لماذا تدخل من للحيلولة دون إكمال مرحلة الحديدة؟ لماذا قال اليمنيين سوف أتوسط لديكم، وضمن الحوثيين وقال أن الحوثيين فعلا هم الذين الآن أصبحوا في مرحلة جادة من مراحل السلام؟ لماذا يسرع هذا الإصرار؟ لماذا يلقي بثقله، بكل ثقله وكل ثقل الأمم المتحدة، ويهدد بقرارات الأمم المتحدة على الحكومة وعلى الأطراف الأخرى المناوية للحوثيين إذا لم تحسم الحرب؟ لماذا تدخل يعني في الأساس ما دام هو ليس قادرا على ان يغير ذلك؟ لماذا لا يجعل اليمنيين يتحدثون؟ لماذا لم يتدخل في الضالع؟ لماذا لم يتدخل في اماكن اخرى؟ لماذا لم يتدخل في حجور؟ هناك معارك اخرى قادها الحوثيين على اليمنيين واستطاعوا الانتصار فيها او الهزيمه فيها، لم يتدخل جريفيث، لكنه كان واضحا في معركه الحديده لانها فعلا سوف تضرب الحوثيين في مقتل. هذا امر الاول. الامر الثاني، ما دام أن الأمم المتحدة أن اليمنيين هم الذين سلموا الأمم المتحدة في 2011 كما قالت ضيفتك الكريمة، فأنا أعتقد لماذا نحمل الرئيس هادي؟ الرئيس هادي وجد كرئيس للجمهورية، وهناك مبعوث أصلا للأمم المتحدة وهو جمال بن عمر ثم إسماعيل ولد الشيخ ثم مارتن. الآن الخطيئة الحقيقية إذا جينا يعني إذا جينا نتحدث حديث صريح، فهي كانت من جمال بن عمر الذي عمل على إدخال قوات ميليشياوية داخل مؤتمر الحوار، معتقدا أنه استطاع أن يحقق نصر اليمنيين وأن يجمع هذه الميليشيات مع بعض أساس العزل من السلاح، ويقول أن هؤلاء اليوم اجتمعوا ما إلى ذلك، دون النظر إلى العقيدة المركبة للحوثيين ومبدأ الولاية. وذلك هو ما أخفق فيه إسماعيل ولد الشيخ وما سيخفق فيه مارتن جريفيث. هناك عقيدة واضحة للحوثيين وهي مسألة الولاية التي ينظرون فيها إلى وجود عرق معين يجب أن يحكم اليمن. إذا لم يتم النظر إلى هذه المرحلة ويتم تنازل الحوثيين أصلاً عن هذه الفكرة، فأنا أعتقد أن هناك سلام حقيقي داخل اليمن. مجرد الانسحابات ومجرد اللعب والمسرحية وما إلى ذلك هو تطويل من أسباب الأزمة وتفاقم الأزمة الإنسانية داخل اليمن. يجب أن يتوقف مارتن جريفيث عن أي تدخل من أجل حسم المعركة عسكريا. هو الذي ألقى بكل ثقله السياسي وبكل ثقله الأممي على الحكومة وعلى التحالف العربي من أجل إيقاف معركة الحديدة ومن أجل إيقاف معارك أخرى. يجب أن نتنبه لهذه المسألة إذا لم يكن وسيطا. سيد الغباري، لكن يعني طريقة طرح كلامك الآن تبين وكأن جريفيث هو أحد الهاشميين في نهاية المطاف، أو أنه قد أدى الصرخة في لحظة من اللحظات. في نهاية المطاف هناك مصالح دولية كبيرة تحكم ربما عمله، في نهاية المطاف هو موظف يتبع الأمم المتحدة، لكن وأنت أشرت إلى نقطة مهمة قبل قليل،
مسألة لماذا لم يتدخل إلى يعني إيقاف ما يحدث في الضالع وغيرها من المناطق. هناك من يقول أن الحوثيون نجحوا في تسويق المأساة الإنسانية التي تحصل في منطقة مثل الحديدة، بينما الحكومة الشرعية فشلت فشلا في تسويق المسألة اليمنية خارجيا، وهي بالتالي الآن تجني حصيلة هذا الفشل. يعني لنعترف أن هناك تنظيم قوي وحقيقي وعصبوي منتشر على مستوى المنظمات، منتشر على مستوى المندوبين الذين يذهبون إلى السيناتورات وإلى اللوردات في بريطانيا وإلى كل مكان، يقرعون أبوابهم ويؤكدون أن هناك مظلومية وأن هناك أقلية هاشمية داخل اليمن سوف تتعرض للإبادة وما إلى ذلك من هذه المسائل. لكن لنكون واضحين جدا، مارتن غريفيث هو الذي بدأ معركة كسر العظم داخل الحديدة. هناك توجه بريطاني ينتمي إلى غريفيث واضح من خلال تغريدة واضحة لوزارة الخارجية البريطانية، كما أسلفت لك أن مارتن غريفيث يعمل وفق توجيهات وزير الخارجية البريطاني الذي يريد أن يعظم حظوظه، خصوصا الآن مع استقالة ماري تيريزا ماي في رئاسة الوزراء البريطانية من أجل الوصول إلى رئاسة الوزراء البريطانية. هناك دور بريطاني قديم أصلا داعم لهذه الميليشيات القديمة منذ أيام الإمام يحيى ومنذ أيام الصراعات السابقة في عام 1919 وما إلى ذلك. يجب أن ننظر إلى التاريخ أيضا لنعرف أن بريطانيا هي راعية لمثل هذه العائلات داخل الوطن العربي والشرق الأوسط بشكل عام، ولا يجب أن يخرج السياق التاريخي عن هذه المسألة. لذا نقول بكل صراحة أن مارتن غريفيث لم يعد وسيطا نزيها حقيقيا داخل اليمن، هو يكيف القرارات الدولية وما إلى ذلك من أجل خدمة الأطماع البريطانية داخل الوطن العربي وداخل اليمن بصورة خاصة. لكن يجب على مارتن غريفيث أن يكف عن هذه المسائل وأن يكون وسيط مزيها لما تحدده قرارات الأمم المتحدة وليس لما تحدده بريطانيا. وأيضا هو يعمل الآن بتوازي مشين جدا مع السفير البريطاني داخل اليمن، وقد قامت حملات في وسائل التواصل الاجتماعي لمقاطعته والمطالبة بطرده أيضا مع طرف غريفيث، وبالتالي هذا يؤكد أن هناك خطاب بريطاني داخل اليمن يسعى بالأزمة لتكرارها إلى ما قبل العام 1919، وهو العام الذي استولى فيه الإمام يحيى على اليمن الشمالي وأبقى اليمن الجنوبي في حضرة البريطانيين. سيدة ميساء، ضيفي الغبار يتحدث حول ضرورة قراءة التاريخ فيما يتعلق بالدور البريطاني، ويتحدث على أنه على أن غريفيث لا يعني لا يمشي ولا يمضي في سياق طرح رؤى حول الحل في اليمن إلا تحت إطار الرؤية البريطانية يعني لليمن وللمنطقة بشكل عام. ما الذي تأمله بريطانيا؟ يعني ما هي مصالح بريطانيا في اليمن والمنطقة بشكل عام برأيك؟ إذا احنا هنتكلم على الدور البريطاني وعلى أنه لا يقوم بشيء، بريطانيا هي دولة مهمة، ممكن بيحصل تنسيق بينها وبينها، لكن أولا لا علينا أن لا نبالغ في هذه المسألة. بريطانيا كانت دولة مستعمرة في بداية القرن العشرين، الآن احنا نتكلم على القرن 21، ومسألة يعني المنظومة الدولية صارت أكثر تعقيد وبتديرها قضايا مختلفة أو بتديرها آليات مختلفة. النقطة هنا أنه ممكن في نقطة ممكن نتفق فيها، أنه الحوثيين يستطيعوا أن يتحدثوا عن أقليات وطوائف، وهذه المسألة بتجد لها سمع عند الغرب، لأن الغرب لا ينظر لنا كشعوب، هو ينظر لنا كأقليات وأغلبيات وطوائف وقبائل، وهو ينظر إلينا أننا مجتمعات لم تتطور إلى مستوى أنها تكون شعوب أو تكون لها دول حديثة بمفهوم الحديث. فهم بالتالي الحوثيين عندما يتحدثوا عن مسألة أقلية هم بيلعبوا على بعض الأوتار التي تجد صدى لها عند الغرب. هذه النقطة مسألة لها علاقة بالنظرة الاستشراقية أو بالنظرة الغربية للمنطقة، لكنها ليست بالضرورة سياسة وفيها تخطيط، لأن أنا أتصور مسألة المؤامرة أولا بتفترض غياب الإرادة الداخلية تماما، وهذا برضو يحسب ضد الحكومة مجددا. ثانيا وهو يفترض حالة من عدم الفوضى، احنا بنتكلم على حالة فوضى وسيولة موجودة داخل المنطقة كلها، فبالتالي من الصعب التآمر
الشكل هذا الذي يبدو كأنه في مؤامرة ألف باتا ثا، فإحنا خلصنا الخطة رقم واحد حنبدأ بالخطة رقم اثنين. المسألة ليست بهذه البساطة. وأيضا لو تكلمنا على مسألة المؤامرة، هذا لا يلغي أنه هذا معناه أن أنت الطرف غير قادر على التخطيط، وأنه غيابك وانسحابك أعطى الآخرين الحق في التخطيط والتآمر كما يشاءون. أنتقل إليك سيد سامي الغباري. الآن لا قبول من قبل الحكومة بالحلول السياسية، أيضا لا تقدم عسكري على الأرض، ما الذي تريد الحكومة إذا؟ التقدم العسكري على الأرض أعتقد أنه متأخر بعض الشيء حتى ننظر ما الذي سوف يحدث في رسالة رئيس الجمهورية إلى سيد الأمين العام المتحدة، والنظر في الضمانات الكافية التي يمكن أن يقدمها من أجل استمرار مارتن جريفيث، وهل يستطيع مارتن جريفيث فعلا أن يستمر في هذه المرحلة. لكن أنا في تصوري أن مارتن جريفيث سوف يستمر، يعني كما أسلفت أن هناك يعني لنقل نوع من المؤامرة فعلا على اليمن الشمالي بالتحديد، أو المناطق بين قوسين التي قال أنها مناطق زيدية، ليعتبر أن الحوثيين هم الذين أنتجوا من هذا المجتمع الخاص بهم، وأن هناك إرث قديم للإمامة داخل اليمن، وأن الهاشميين أرادوا العودة بالسلطة إلى داخل اليمن الشمالي. فقط هناك مسألة الجنوبية التي يجب أن يتم حلها وفق سياقات معينة، وفق تراتبات معينة. هناك عبد الرب منصور هادي يمثل الرمزية الشرعية لليمن ككل، وبالتالي هناك هو أصبح الآن هو هذه المعضلة. وعدم فهم العالم فعلا لطبيعة الصراع داخل اليمن، هو فعلا هناك يعني قصور حكومي حقيقي، لكن هذا ذلك كان ناتج عن بعض اجتهادات من قبل بعض الوزراء، رغم أن خطابة رئيس الجمهورية في الأمم المتحدة خطابه الأخير الآن إلى الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أن هناك عقيدة خاصة للحوثيين لا تؤمن بالديمقراطية، وذلك أيضا ذكره الرئيس السابق رحمة الله عليه علي عبد الله صالح في خطابه الأخير الذي نشر بعد وفاته، ويؤكد أن الهاشميين المؤمنين بنظرية الولاية لا يعترفون بالديمقراطية ولا يعترفون بأي أسس حقيقية للسلام داخل اليمن ما لم يحكموا. طيب وبالتالي ما هي الأوراق التي لدى الحكومة الآن؟ الأوراق التي لدى الحكومة، ننظر ما الذي سيحدث مع الأمين العام المتحدة خلال هذه المرحلة. ربما تجدد المعركة العسكرية بعد العيد إن وصلت الحكومة إلى مرحلة واضحة وإحراج الحوثيين أمام الأمم المتحدة وتبيان أنهم يمارسون مسرحية حقيقية. هذه المحاولة الحقيقية التي كانت الحكومة تسعى من أجلها وتقول للعالم انظروا إلى الحوثيين، لكن مع الأسف الشديد أن الأمين العام للأمم المتحدة قام بالإشادة بمجرم حرب، بقاتل حقيقي، بسفاح لليمنيين داخل مبنى الأمم المتحدة، خارقا بذلك القرارات الدولية، خارقا بذلك كل المفاهيم الإنسانية التي يجب أن ينظر إليها الإنسان بعين الحق وعين الصواب والعدل. وبالتالي فأنا في رأيي أنه يجب أن تتجدد المعركة العسكرية إن لم يرضخ الحوثيين فعلا ويسلموا الحديدة للقوات الحكومية لتدخل إلى أراضيها إلى سيادتها. أما أن يحاول الأمين مبعوث الأمم المتحدة أن يحاول أن يدير الحديدة وفق إدارة دولية، وأن يمنح الحوثيين سلطة حكم ذاتي تحت إرادة دولية، فهذا أمر غير وارد على الإطلاق، وهو انتهاك للسيادة اليمنية التي لن تقبل مثل هذه المنقصات أو المنغصات داخل سيادتها الكاملة على الأراضي اليمنية. سيد شجاع الدين، يعني يكاد عمر المسار السياسي يوازي عمر الحرب، هل يجب على اليمنيين أن ينتظروا حلا من هذا المسار؟ المسار السياسي تقصد المسار الدبلوماسي التفاوضي؟ نعم. المسار التفاوضي هو بدأ من 2011 أصلا، لكن أتصور أنه أنا عموما إذا تريد رأيي، لا أؤمن أن الأمم المتحدة قادرة على إنجاح أي ملف تفاوضي، وأنه أي طريقة لإدارة الأمم المتحدة في إنجاح الملف، حتى لو تكلمنا على نماذج نجاحها، هي عادة بتقوم على فكرة التقسيم على كوتا لكل منطقة، كل طائفة، لكل إقليم، شكل من أشكال الكوتا. وهذه مسألة تناسب الحوثيين كثير، وهم يريدون شكل من أشكال الكوتا لأنهم لا يستطيعون الدخول لانتخابات حرة وديمقراطية وانتخابات تعددية بدون كوتا، لأنهم لن يستطيعوا الوصول لنتائج توازي سلاحهم، لأنهم هم كجماعة سياسية صغيرة، لكن كجماعة عسكرية جماعة ضخمة.
فبالتالي الأمم المتحدة طبيعة حلولها أو النماذج الحلول لها مثل بوسنة والهرسك أو غيرها هي كلها تصب في هذا الإطار، وهذا الإطار هو يناسب الحوثيين، ولكنه ليس إطار يؤدي إلى أي تطور ديمقراطي أو تطور سياسي داخل هذا البلد، بالعكس يعيق أي استقرار أو سلام حقيقي داخل هذا البلد، بل يكون شكل من أشكال الهدنة. هذه النقطة. النقطة الثانية أن الوضع العسكري والسياسي الحالي بسبب عجز الحكومة، بسبب سوء إدارتها للمسألة، بسبب سوء إدارة التحالف للمسألة عسكرياً، بهذا الأسباب كلها أدت إلى أن الحوثيين صاروا الطرف الأقوى. الحوثيين بالطبع هم الطرف الأكثر تنظيم. النقطة هنا لازم نكون واضحين أن المبعوث الأممي دوماً وأبداً هو سيظل طرف لا يمتلك قوة سياسية وعسكرية يغير الأمر الواقع، هو طرف يحاول أنه يجعل من الأمر الواقع الذي هو سياسياً وعسكرياً ممكن يكون لصالح طرف والذي هو حالياً الحوثي، أنه يخلي هذا الأمر الواقع قادر يتناسب مع الطرف الآخر ويصل به إلى نتيجة أو بشكل يسوق له دولياً أنه شكل من أشكال الاتفاق. لابد أن نعترف أن المبعوث الأممي لا يمتلك هذا القدرة، لا داعي أن احنا نطالبه بشيء يفوق قدرته في أنه يغير من واقع. هذا الواقع هو نتاج فشل موجود أدت به الحكومة، هي سببه الحكومة. فبالتالي أي تسوية ستصل بها الأمم المتحدة هي ستكون لصالح الحوثيين، لأنهم الأكثر قوة، الأكثر تنظيم، الطبيعة الأممية، طبيعة التدخل الأممي تناسبهم أكثر. فبالتالي خلينا نكون دقيقين انه مهما اشتكينا، طالما احنا معولين على الطرف الخارجي اكثر من اللازم، طالما شكرا. متخيلين ان الطرف الخارجي سوف يحل لنا مشاكلنا وليس نحن، فبالتالي ليس من حقنا العويل من النوع هذا. اشكرك اذا السيده ميساء شجاع الدين الكاتبه والباحثه السياسيه، كنت معنا عبر سكايب من المنامه، والشكر موصول ايضا للسيد سامي الغباري الصحفي والكاتب كان معنا عبر الهاتف. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه والانصات. في ختام هذه الحلقه تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، الى اللقاء.